من بين أطباء كثر في محيطها. نجحت شيماء طلال طبيبة الأطفال في إثبات جدارتها وتحقيق سمعة طيبة بين مجتمع المرضى. أكيد بيبقى في مجتمعنا ثقة أكتر بتروح ناحية الرجال كأطباء. وجود طبيبة مميزة وشطرة ده موجود في مجتمعنا، لكن بيحتاج صعوبة شوية في الوصول عشان توصل لمرحلة الثقة والنجاح بتاعت الراجل. لكن لو هنتكلم عن النوع، لا، أنا شايفة إن مفيش فرق ما بين الطبيب الناجح والطبيبة الناجحة. يمكن الظروف ساعدت الطبيب أكتر من الطبيبة. مجتمعنا طبعا بيفضلوا الدكتور الذكر، لكن أنا بعد تجربة شخصية ليا مع ولادي بصراحة، لا، أنا الدكتورة الست أكتر بتاخد وتدي معايا في الكلام أكتر، يعني بتفيدني ومستمع ليا أكتر. بحس إن دكاترة الرجالة ما يعني ما لهمش طولة بال زي الست في ان هي تسمعك اكتر، تتكلم معك باستفاضه اكتر. المطالعه والدراسه المستمره هو نهج الطبيبه الشابه لتطوير الذات والتغلب على تحديات ثقافيه تواجه النساء في هذا المجال، وقد تقلل من فرص نجاحهن وتمكينهن. الفرق ما بين الراجل والست ان الراجل ديسيجن ميكر، يقدر ياخد قرار، والقرار ما بيكونش مبني على عاطفة على عكس الست شوية. وبالتالي الست ممكن تخاف من ست زيها بسبب نقطة زي دي. لكن إحساس المرضى أو الأمهات بأن الطبيبة صاحبة قرار أو decision maker أو بتعرف تختار لها الطريق اللي ممكن تمشي فيه، أو بناء الثقة بينها وبين الأسرة أو بين الأم، ده كان ليه عامل قوي جدا في بناء علاقة بيني وبين الأمهات. تضيف التحديات الثقافية أعباء كبيرة على كاهل النساء العاملات في المجال الطبي لإثبات كفاءتهن ولتجاوز هذه التحديات. كفاءة تحدثت عنها دراسة حديثة لجامعة أكسفورد كشفت أهمية مشاركة النساء في الفرق الطبية. فالدراسة أشارت إلى أن مشاركة النساء في العمليات الجراحية ترتبط بزيادة كفاءتها، إلا أن وجود طبيبات في غرف العمليات لا يزال غير شائع كما هو الحال في العديد من الدول العربية. الشاهد يعني ومن ممارساتنا اليومية، لا، بدأ يبقى فيه فعلا أطباء جراحين سيدات وجراحين عظم وجراحين مخ وأعصاب، حتى التخصصات اللي كانت نادرا ما يتقدم ليها السيدات من الطبيبات يعني بقينا نشوف منهم كتير دلوقتي، وفعلا إضافة، وفعلا يعني الجو العام في العمليات يمكن أفضل. إنما ما عدناش دراسات محددة وأعداد نقدر نتكلم بيها كحقائق. أهمية التنوع الجنسي في جودة الرعاية المحيطة بالجراحة وكما خلصت إليه هذه الدراسة قد يكون مشجعا للاعتراف بقدرات المرأة في المجال الطبي، وضروريا ليس فقط فيما يتعلق بالمساواة ولكن لتحسين الأداء وفق القائمين على الدراسة. محمد محي الدين، الحرة، القاهرة.